السلام عليكم، معكم سكينة الحسن. بحثي بعنوان Continuous Saudi Sign Language Recognition Using Transformer Network، التعرف على لغة الإشارة السعودية باستخدام Transformer Network. المحرك الرئيسي لهذا البحث هو قصة سيدة صماء اتجهت إلى المستشفى في وقت متأخر. لم يكن عند المستشفى مترجم لترجمة لغة الإشارة، لم يتمكن الطبيب من التواصل معها بشكل مباشر وفهم سجلها المرضي، ومع الأسف لم تتمكن من الحصول على العلاج المناسب لهذا السبب وقد توفيت. لذلك يقع على عاتقنا نحن كطلاب للتقنية أن نقوم ببناء تقنيات حديثة تمكن صم من التواصل مع المجتمع بطريقة مناسبة. كما أيضا أثبتت الأبحاث أن مجتمع الصم يعاني من عزلة كبيرة جدا لقلة المتحدثين بلغة الإشارة من ضمن هذا المجتمع. عند البحث في الأبحاث السابقة للعثور على فجوة بحيث يكون لبحثنا قيمة فعلية ويقوم بإضافة أمر قيم لهذا المجال، وجدنا أن معظم قواعد البيانات التي تبنى عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي هي مبنية على قواعد بيانات isolated، بما معناه أنها قاعدة بيانات متكونة من أحرف أو كلمات منفردة كحرف الألف والباء والأرقام 0 و1، أو كلمات مثل أمي، أبي، مستشفى، طبيب. لكن لغة الإشارة كلغتنا نحن كبشر يتكلمون باستخدام الجمل وليس كلمات منفصلة، فالأنظمة التي تكون مبنية على هذه القواعد التي تعتبر isolated لا تقوم بأداء مناسب في الوقت الفعلي أو في الحياة الفعلية. أيضا وجدنا أنه لا يوجد أي قاعدة بيانات continuous أو جمل للغة الإشارة السعودية. لذلك كان هدفنا في هذا البحث أن نقوم ببناء أول قاعدة بيانات للغة الإشارة السعودية عبارة عن جمل أو continuous. ثانيا أن نقوم ببناء نظام ذكاء اصطناعي باستخدام Transformer Network يقوم بأداء مهمة continuous sign language recognition. تمكننا من بناء قاعدة بيانات متكونة من أكثر من 5000 فيديو و85 كلاس أو جملة، جميع هذه الجمل في المجال الطبي. لبناء هذه الجمل قمنا بالتعاون مع مترجم للغة الإشارة يعمل في أحد المستشفيات. جميع هذه الجمل هي عبارة عن سيناريوهات ممكن أن تستخدم في الاستقبال أو عند الطبيب أو في غرفة التمريض أو عند الطوارئ، مثل أنا مريض، أريد الطبيب، أين قسم الأشعة، أريد زراعة قوقعة وغيرها. حرصنا على أن تكون قاعدة البيانات متنوعة بشكل كافي، حيث يوجد تنوع بين أعداد النساء والرجال المشاركين في هذه القاعدة، حيث وصل عدد السيدات المشاركات إلى 38%، وهي تعتبر نسبة جيدة جدا بسبب صعوبة العثور على سيدات توافق على التصوير والنشر، حيث نطمح أن تكون قاعدة البيانات هذه مشهورة ومتاحة لجميع الباحثين الذين يريدون أن يقوموا بتطوير أبحاث متعلقة بهذا الأمر. أيضا يوجد تنوع من ناحية القدرات السمعية، حيث يوجد لدينا صم وناطقين ومترجمين أيضا للغة الإشارة، حيث تختلف سرعة وجودة ودقة أداء الإشارة بناء على الشخص نفسه. فكما نلاحظ أن الصم يقوم بأداء الحركات بشكل سريع جدا، بينما الناطقين يقوموا بأدائها بشكل أبطأ، مما يساعد على بناء قاعدة بيانات قوية ومتنوعة. يوجد أيضا تنوع كبير من ناحية الملابس المحلية، بحيث تأكدنا أن يرتدي المشاركين ملابس تعكس الثقافة المحلية، حيث يوجد مجموعة من السيدات ترتدي النقاب، مجموعة من السيدات ترتدي الحجاب، يوجد أيضا رجال يرتدون الملابس المحلية كالشماغ والعقال وغيرها. بعد ذلك قمنا ببناء نموذج ذكاء اصطناعي للتعرف على لغة الإشارة، حيث يكون المدخل هي هذه الفيديوهات والمخرج هي الجمل التي يقوم بأدائها هذا الشخص. قمنا باستخدام Transfer Learning، والموديل الذي قمنا باختياره هو فيديو مي Transformer. تم تدريب هذا الموديل بشكل مسبق على قاعدة بيانات للأكشن ريكوجنيشن تسمى Kinect 400 Dataset. اختيارنا لهذا الموديل لعدة أسباب. السبب الأول لقرب التاسك الذي تتدرب عليها هذا الموديل بشكل أولي، حيث تتكون قاعدة البيانات التي تدرب عليها مجموعة من فيديوهات كالركض والسباحة والعزف وغيرها.
أيضا لكون الموديل يستخدم ماسك أوتو إنكودر، حيث يقوم بعمل ماسك لمجموعة من أجزاء من الفريم، ثم يقوم بإعادة بنائها ريكونستركت لهذه الأجزاء. بالتالي هذا يسمح له بالتعلم بشكل أفضل، سيلف سوبرفايزد. هذا قد يفيد لكون كما ذكرت بعض المشاركين يقوموا بأداء الحركات بسرعة جدا، مما يسبب ضبابية في الحركة أو أجزاء مفقودة أو بيانات مفقودة. فاستخدام هذه التقنية تساعد في تحسين جودة الموديل وتحسين النتيجة النهائية. تمكننا من الحصول على دقة تعرف تصل إلى 95.65%. ختاماً، أتمنى أن يكون هذا الموديل هو أول خطوة في قواعد البيانات المستمرة للغة السعودية واللغة العربية أيضاً، وأتمنى أن يقوم الباحثين بالاستفادة من قاعدة البيانات هذه لبناء أبحاث متخصصة في هذا المجال ومفيدة لمجتمع الصين.